نقاش انا وياك كلنا. لله الحمد هون أرضنا يعني حوالي 8 دونمات قضيناها عم نول سنة تقريبا على 4 ألواح يعني طاقة شمسية، ولكن شفنا أنه المازوت ما متوفر دائما وبيغلى هالأسعار المازوت على يوم فيه ويوم ما فيه وغالي ورخيص وكذا من الأمور هاي. بقى فكرنا شفنا جماعة تشتغل في الواح زلمة صاحبنا فنصحني أنه ركب 16 لوحة غطاس 3 حصن وعم بيعطينا 4 أمتار بالساعة، 4 أمتار مكعب بالساعة. أصبحت الطاقة الشمسية شيء أساسي في حياتنا العملية كمنزلي كصناعي وكتجاري وحتى المنشآت الصناعية. اليوم البيت المتوسط استخدام البيت 1000 واط، ممكن 4 ألواح كافية لبيت، أو الزراعي ممكن يوصل استخدامنا 16 لوح أو 12 لوح كافي لري هكتار أو هكتار ونص عن طريق التنقيط. الصناعي ممكن يوصل لل 100 لوح او 120 لوح او 160 لوح على مستوى تشغيل المعامل 30 حصان. تخريج الكهرباء بقدره استطاعه حسب استطاعه الانفرترات. اللوح الواحد يعطينا تقريبا 1 امبير كهرباء، كهرباء نظاميه 100% 228 فولت على 50 هرتز ثابت. هذا الشيء هذا ما كان مؤمن لا بوجود الأمبيرات ولا حتى أيام الكهرباء النظامية.